في قول الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، هل يدل ذلك على أنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك شهب تقذفهم؟ هناك شهب، لكن لما قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كثرت الشهب. تعجب العرب من هذه الشهب، لماذا كثرت؟ وإذا هي إرهاص لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.